السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم بواحد الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على واحد الحاجه اللي تنحماقوا عليها كاملين وخاصه اولادنا، وفي الغالب هاد الماكوله او هاد يعني مثلجات كتكون في الغالب مصنعه عامره بالسكر، عامره بمواد صناعيه اللي ما كنعرفوهاش شنو هي، وعاد ظروف التخزين ديالها واش دابت وعاوتاني تلجات، يعني ما كنعرفوش كيفاش كتوصل لينا. اذا احسن حاجه نديروها في الدار. الا بغينا نديروها في الدار كاينه واحد الطريقه سهله بزاف وبسيطه، واللي ما عرفتش علاش كاملين ما عارفينهاش صراحه، مازال ما عرفت، لان باش درتها وخرج لي يعني مثلجات بواحد الجوده عاليه تقريبا تصدمت. يعني كيفاش هاد المثلجات ممكن يداروا في الدار بهذه السهوله والناس كاملين ما عارفينهاش؟ اذا قلت نشارك معكم هذه الطريقه، هذه اللي لقيتها طريقه سهله. نخليكم مع لي ديتاي بلا ما نطول عليكم. اذا اول مرحله او اول ايطاب هي كتاخدي الفواكه ديالك كتقطعيها قطع صغيره وكديريها في الفريكو كتخليها تتلج وعاد نقدروا نخدموا بها. اذا انا خديت هنا البنان والمونغ. بالنسبه للبنان كنعتبره ضروري في هاد المثلجات، لانه هو كيعطي واحد لا تيكستور ولا واحد الملمس كريمي لذاك الايس كريم او المثلجات. اذا من الضروري نستعملوا البنان. انا دايره هنا جوج بنانات ومونغ وحده، وغتعطيني واحد الكميه اللي كبيره اللي غادي ياكلوا لنا اربعه الناس وكثر، يعني ماشي يعني ياكلوا لنا بليزيوغ بيرسون، وممكن ياكلوا بليزيوغ، يعني مثلا يومين كياكلوا من ربع الناس، يعني من ناحيه التكلفه رخيصه بزاف. زيد على ذلك ممكن تستعمل اي فاكهه الموسم، البنان والخوخ، البنان والتين، علاش لا، البنان والبرقوق، يعني اي حاجه بغيتي اي حاجه حبيتي. باش كيجمد لي هاد البنان والفاكهه الاخرى اللي هي المونغ، كناخد المطحنة ديالي زعما موليكس ديالي وكندير فيها داك البنان وكنحاول نطحنو. خصكم تعرفوا ان هاد موليكس اللي عندي غير مناسبة لهاد العملية، ولكن واخا هكاك كنحاول نستعملها، لان ما عنديش داك البروسيسور الصغير ديك موليكس اللي كتكون قصيرة اللي كنقدروا نطحنو بها مثلا خضر ومعدنوس وبصلة الى اخره، راكم تقدروا تعرفوها. وكاينه حتى يدويه راها مشهوره بزاف دابا كاينه في الاسواق. اذا بيسكو ما عنديش هذه، كنستعمل هذه فقط، واخا كتعذبني شويه ولكن معليش كناخذوا حاجه صحيه وطبيعيه وزوينه ولذيذه. اوكي دونك دابا كنزيد شويه ديال المونغ. من الاحسن ديروا البنان شويه بشويه، او ديروا داك ديك الفواكه المثلجه ديالكم شويه بشويه باش يلاه طحنوها. مهم غادي نكمل الطحين ديالي حتى غادي تبقى تبان ليا ديك لا تيكستور ديال الايس كريم او ديال المثلجات، تكون واضحه تعرفوا ديك الساعه انكم صافي حصلتوا على الايس كريم ديالكم. كما كتشوفوا انا كنطحن وكنحرك مره لان لتحت كيخوى وكيبقى الموتور كيضرب وحده، دونك كنهبط داك الفواكه لتحت باش تطحن مزيان. كما كتشوفوا دابا راه بدا كيبان ليا الايس كريم ديالي. للاشاره ممكن تزيدوا شويه ديال حليب الكوكو او حليب اللوز، او لو كنتو كتشربوا الحليب العادي ممكن تزيدوا واحد جوج معلقات او ثلاثه، كيسهلوا عليكم الطحين، كذلك كيقدوا لكم الملمس ديال لاكلاس. بالاضافه الى ذلك لو بغيتوا تزيدوا اي مذاق، مثلا لو بغيتوا ديروا كلاص شوكولا، كتجيبوا فقط البنان كتزيدوا معاه الكاكاو المر وكتحصلوا على كلاص شوكولا رائعه كتحمق، يعني على ضمانتي كتجي غزاله بزاف وحسن السمقه، وكما قلت لكم ما فيها مواد صناعيه، ما فيها سكر، ما فيها حتى شي حاجه. بالنسبه اللي بغى يزيد الحلاوه يزيد العسل،
ولا تزيد مثلا السكر شويه السكر يعني الا جا نقص الحلاوه. انا بالنسبه لي عندي الفواكه ديالي حلو هو البنان والمانغ هي طايبه دونك حلوه بزاف دونك الحلاوه راه جا مزيان بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كيفاش ولا لي طاب لي جايه تقدروا تاكلوه مباشره وهذه كنحبدها انا يعني بلا ما تحطوه في الثلاجه عاوتاني تحطوه في شي حاجه البلاستيك اكسيتيرا في الفريغو جو دي دونك تقدروا تحطوه تاكلوه مباشره ديروه في واحد لو بول يعني تناولوه عادي ولا تقدروا ترجعوه للثلاجه فقط انه يتلج شي شويه باش تقدروا تهزوا منه بالملعقه ديال لاكلاص وتبريزونطيوه بالطريقه ديال اللي كنبريزونطيو بها لاكلاص لي بول دو كلاص كما كنقولوا. انا دابا غنرجعو غير واحد 15 مينوت وغادي نوريكم النتيجه النهائيه كيفاش كيجي. ها انا من بعد ما جبتو من الثلاجه كما كتشوفوا راه كيتهز بطريقه سهله بزاف كما كتشوفوا لي بول دو كلاص بارفيت. المذاق راه كامل عاود لكمش عليه غزال وكريمه وكتحس داكشي يعني بحال لاكلاص يعني بحال كتاكل لاكلاص غير الفرق ان هذه طبيعيه 100% وصحيه 100% وشي الاخر راكم عارفين. اذا نتمنى تكون هاد الوصفه عجبتكم كنشكركم حلا على حسن المشاهده. كنضرب لكم موعد ان شاء الله تشوفوا الفيديو جديد ان شاء الله. كما كتعرفوا القناه ولات مختصه في الوصفات الصحيه لي يعني مقتبسة من نصائح الدكاترة اللي كنشوفوهم كاملين دكاترة المغاربة كنحاولوا ناخدو الكلام ديال الدكاترة المغاربة نحاولوا نطبقوه على المعيشة ديالنا. يعني الدكاترة كيعطيونا النصائح احنا اللي خصنا نلقاو طرق باش نطبقوا هاد النصائح في حياتنا. مهم نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم التشجيع ديالكم بلي كومونتير عندي مهم جدا كنقرا لي كومونتير كاملين كنجاوب تقريبا على الاغلبيه. بطبيعه الحال واحد اللي يكتب كومونتير اللي ما عنده حتى شي معنى يعني فقط باش انه يطيح بيك ولا يقول كلام دون المستوى ما كنجاوبوش وعمري ما غادي نجاوبو لان احنا هنا باش تشوفوا باش نزيدوا القدام. مهم هادشي اللي كاين. نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم كنتسنى لي كومونتير ديالكم التعليقات ديالكم الاسئله ديالكم واكيد اللي اشتركوا الى عجبكم هادشي وغادي نكملوا فهادشي ان شاء الله مع بعضياتنا. يلا بسلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.